بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتوى، أنا هنا ننقل فتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله عن حكم قرض المرابحة من البنك الإسلامي. بداية، قد نسمع فتاوى كثيرة من هنا أو هناك، ويمكن أن نجد لكل شيء فتوى، لكن الضابط هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الألباني: حديث حسن. معنى الحديث أن المسلم إذا استفتى العالم عن شيء من أمر دينه فأفتى أنه من الحلال، لكن لم تطمئن نفسه لذلك، فإن الأولى أن يدع ما يحز في نفسه، فللإثم في النفس حزازة. وهذا الاستفتاء إنما هو في من اطمأن قلبه بالإيمان. وليس معنى الحديث أن مسائل الحلال والحرام تؤخذ بفتوى النفوس، بل لا بد فيها من سؤال أهل العلم والأخذ بما يقولون. السائل يسأل العلامة ابن عثيمين: أنا أريد أن أشتري هذا البيت ب100,000 ولا أملك هذا المبلغ، فأذهب إلى البنك فأقول: اشتروا لي هذا البيت الذي هو ب100,000. يقولون: نحن نشتريه لك من صاحبه ثم نبيعه عليك ب120 أو ب130. الشيخ يجيب: الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال اشتري البيت، يشتريه أم لا يشتريه؟ لا يشتريه. إذا هذا الشراء من البنك حيلة على الربا، فبدلا من أن يقول البنك خذ هذه 100,000 ب120,000 واشتري البيت، يقول أنا أشتريه وأبيعه عليك. فليس للبنك غرض من شراء هذا البيت إلا الزيادة الربوية. معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت، لولا أنك جئت أنت وطلبته ما اشتراه. إذا ليس تاجرا، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. متحيل بدلا من أن يقول البنك خذ 100,000 اذهب اشتري البيت وأعطي بدلها على رأس السنة 120,000، قال أنا أشتري البيت وأبيعه عليك. أيهما أقرب حيلة للربا، هذا أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم؟ قالوا: لا نأكل ما لا يحل، ذوبها حتى تكون ودكا ثم بع الودك وكل ثمنها. هذا أبعد، يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك. لهذا أنا لا أشك أنها حرام، وأنصح إخواني أن يحذروا منها. هذا كلام العلامة ابن عثيمين. وأقول ربما كانت قسوة القلوب والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحد يقلع منها، لأنه يرى أنها حلال. وربما أفتاه بعض الناس بذلك، ونحن أمة صرحاء، أمة إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها ونأتي مثل الشمس. كل يعرف أن هذا حرام، ولا أحد يقول حلال، أو يقول أين البيت الذي تريده، فيذهب البنك ويشتريه ب100,000 ويبيعه على هذا ب120,000. أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح، اشتراه ب100 وقال ب120 عليك، هذا ما فيه شيء، إلا إذا كان القصد الدراهم، فهي مسألة التورق وفيها الخلاف. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والله ثم والله ثم والله، لو كان فيها شيء من الحل لكنت أفتي بحلها، لكن كيف أقابل رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور؟ أترك البنك يشتري هو ما شاء من أراضي أو من دور أو من سيارات ويعرضها للبيع، آتي أنا وأقول أريدها نقدا فيقول ب100، يجي الثاني يقول أريدها مقسطة يقول ب120، هذا لا ينكره أحد أنه جائز إن شاء الله. أما هذه فهي لعبة، فكروا فيها، لكن من الآن إلى أن تبلغ الروح الحلقوم وما هي النتيجة. من لقاء الباب المفتوح لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله.